بسم الله الرحمن الرحيم، متواصلين مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، مع انطلاقة هذا الشوط الثامن من أشواط هذه الأمسية ومساء هذا اليوم، أشواط الفترة المسائية الخاصة بسن الكبار للأشواط المفتوحة هي 12 شوطا. يتبقى بعد هذا الشوط 12 شوط، وبعدها نسدل الستار على بالفعل أربعة أشواط، ويسدل الستار بعد الاثنى عشر شوطا الذي شهدناها في هذا المساء والتي شهدناها. بإذن الله تعالى كل الشكر والتقدير لإخواني في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني المتابع لأحداثي وتداعياتي وانطلاقات ميدان التحدي. كل الشكر أبو عبد الله على الحضور والتواجد. مشاهدينا الأعزاء، نتجه إلى مقدمة الشوط. خوزان على المركز الأول وفي صدارة الشوط لهجن الشحانية، مضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ويتدخل عليه ويتسلل إلى المركز الأول بديع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. التضمير مع الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب، انطلق إلى المركز الأول بديع وسلالة بديع. ننتقل إلى المركز الثاني، خوزان الهجن الشحانية، تضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي يقدم أيضا في المركز الثاني وفي الثالث أسماء قوية. نشوف اللي من الجانب الآخر يتقدم إلى المركز الثالث، البصير الهجن الشحانية مضمر سلطان الوهيبي. المركز الرابع يصل مدلل أيضا الهجن الشحانية وبقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وننتقل إلى المركز الخامس ويصل شاهين، هذا هو شاهين، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، التضمير مع المضمر القدير سعيد بن راشد الزعبي، ويحمل على ظهره الشعار الغرفاوي الكبير محبوب الجماهير، نتمنى له التوفيق. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وما زال بديع يبدع ويمتع في صدارة الشوط، ومحاط بأسماء خطيرة، هي الموهوب محاط بأسماء خطيرة من شعارات هجن الشحانية بقيادة المضمر العملاق، أول المنطلقين والضاغطين والمتحركين البصير لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتقدم في هذه اللحظات جنبا إلى جنب مع بديع اللي على المركز الأول. المركز الثالث يتقدم فيه ويتواجد فيه خوزان، هذا هو خوزان على الكادر الفوقاني، يحمل رقم اثنين من هجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وننتقل يا مخرجنا العزيز إلى المركز الثالث، ومع الكاميرا مان الأولى الكادر الفوقاني إلى المركز الرابع، يتقدم مدلل لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الخامس نشوفه على الكادر التحتاني ينطلق شاهين ويقلص الفارق ويقترب من الأربعة مراكز الأولى لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مضمر السعيد بن راشد الزعبي. هذا هو ندانا الثاني متابعينا الأعزاء لهذا الشوط من أشواط الزمول، وما زال بديع على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول نشاهد هذه اللوحة الجميلة على شاشة قناة الريان الفضائية، هذه اللقطة الممتازة من مخرجنا الكريم. نعود إلى بديع اللي على المركز الأول اللي يبدع، ما زال بديع، ما زال بديع على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، التضمير مع علي بن حمد بن جرحب. المركز الثاني يقترب ويتقدم البصير لهجن الشحانية، ويليه على المركز الثالث خوزان أيضا من هجن الشحانية، والبصير وخوزان ومدلل بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مدلل على المركز الرابع في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس يقترب شاهين، يتقدم شاهين، هذا العملاق، هذا العود اللي صال وجال في السنوات الماضية، في العام الماضي وما قبل شاهدنا شاهين ونعرف هذا المشارك جيدا، دائما تكون مشاركاته فعالة في مثل هذه الأشواط. لسعادة شيخ محمد بن حمد بن جاسم
بن فيصل آل ثاني، المضمر السعيد بن راشد الزعبي، ويلا يا ابو راشد، يلا يا ابو راشد، هل الغرافه يطالبونك بنقطه في مساء هذا اليوم مطلوب، واتمنى لك التوفيق ولكل الشعارات المتواجدات والحاضرات في هذا الشوط. بديع ما زال على مقدمه الشوط ايها الاعزاء متابعينا الكرام، هذا هو بديع يبدع ويمتع على مقدمه الشوط، يسيطر على هذا الموقع، ولكن يا الموهوب شوف المصير اللي يتقدم من الجانبين، من الجانبين شعارات تجري الشحانيه يتراقصا مع بديع من اليمين المصير ومن اليسار اللي يتقدم خوزان، خوزان ومثلث خطير، مثلث خطير بقياده بديع في هذا الشوط. التضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي للمركزين الثاني والثالث، شاهين يتقدم يتقدم يتحرك، شاهين يتحرك في المركز الرابع، ووصول وايضا تقدم من ظبيان لهجن الشحاني لينتقل بدوره ظبيان الى المركز الرابع بقياده المضمر المشاغب محمد بن خالد العطيه، وشاهين على المركز الخامس ما منذ ان انطلق هذا الشوط، وشاهين في دائره النداء، وعين شاهين على المراكز الاولى بقياده المضمر سعيد بن راشد الزعبي، وتعود ملكيه شاهين لسعاده الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني، ويحمل الشعار الغرفاوي. هذا هو نداءنا، ونختم النداء لنعود الى مقدمه الشوط والى بديع. يا سلام بديع بديع بديع، سيد الموقف ما طاع يسلم ابدا ابدا ابدا، لم يتنازل ابدا، لم يتنازل مع تبادل الاسماء اللي حضرت والضغط على بديع، ولكن صامد ولد الشيبه بديع، ولد العود، ولد العود، يا سلام بديع. هذا هو من الانتاج، اتوقع من انتاج سمو الشيخ عبد الله بن خليفه ال ثاني. الله، هذا هو بديع على المركز الاول لسعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه ال ثاني، الموهوب في التضمير علي بن حمد بن حسين بن جرحب، وخوزان يتقدم بدوره، يتحرك خوزان مع هجن الشحانيه بقياده المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وظبيان قوي، هذا ظبيان سبق وان فاز بالشوط الرئيسي وحل وصيفا عليه، هذا هو ظبيان يحتل المركز الثالث من هجن الشحانيه بقياده المضمر محمد بن خالد العطيه، والمصير على المركز الرابع لهجن الشحانيه بقياده المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وشاهين على المركز الخامس لسعاده الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، مضمر سعيد بن راشد الزعبي، والكيلو متر الاخير يا مضمرين، وانطلق خوزان، انطلق خوزان بمعيه بديع، بمعيه بديع، وظبيان خطير، ظبيان ظبيان خطير خطير، وايضا يصل في اول نداء في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، المضمر فيصل بن طالب بن شريف يصل على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هتاش اول نداء ايضا لهجن الشحانيه سلطان الوهيبي في التضمير، اعود الى بديع واعود الى خوزان، بديع وخوزان وظبيان، انطلق ظبيان مع المشاغب على المركز الثالث، المركز الرابع، يا سلام، يصل شاهين، يصل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم مضمر القرن، يقدم لنا شاهين في هذا الشوط، ولكن بديع، ولكن بديع ما باقي شيء، الموهوب ما باقي شيء، سلالة بديع على مقدمة الشوط مع المركز الأول لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ما زال سيد الموقف بقيادة المضمر الموهوب علي بن حمد بن جرحب، وخوزان وظبيان، وخوزان وظبيان، وظبيان وخوزان، وبديع بديع بديع بديع، قاد الشوط باقي 200 متر، ما باقي شيء، 100 متر وبديع يبدع، وخوزان يتحرك، خوزان وبديع، يا سلام بديع بديع بديع، الشوط مع بديع، المركز الاول مع بديع، هذا هو بديع يبدع ويمتع لينتزع هذا الشوط، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وللمضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب، المركز الثاني لما قصر خوزان، لهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، المركز الثالث وصل فيه ظبيان لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، المركز الرابع، المركز الرابع هو ظبيان لهجن الشحانية، المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول فيه من وقاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المضمر عبد الله بن طالب بن شفيع. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وبالفعل بديع يبدع واستلم زمام وقيادة الأمور في هذا الشوط،
منذ الانطلاق وحتى خط النهاية. التوقيت الزمني 9:52، 87 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وتهاني موصولة للمضمر علي بن حمد بن حسين بن جرحب. المركز الثاني ما قصر خوزان، 9:53، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس سجن شحاني، وتهاني لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث وصل فيه شاهين، 9:53، 63 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهاني موصولة للمضمر فيصل بن طالب بن شريم المري.